احنا حاليا على المباشر، فاهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في مباشر جديد هنا من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من منطقه عنشق. واليوم احنا جينا ضياف عند لا فاليز دي غور. هذه فرقه كوميديا كتقوم بواحد الجوله مؤخرا في المغرب كامل. اليوم وصلت كازا، شنو كتسنى من جمهور كازا؟ شنو كيتسنى جمهور كازا ان شاء الله؟ هادشي اللي غنطرقوا ليه في هذا المباشر ان شاء الله. ومعنا كما قال لي الباندي الكبير ديال الفرقه هذه، قدمنا براسو وغادي يقول لنا اليوم ان شاء الله جمهور كازاوي شنو كيتسنى، شنو غنتهضر منكم ان شاء الله. السلام عليكم. مرحبا. في هاد المدن هادي شنو كان رد الفعل ديال الجمهور المغربي؟ وحنا كنعرفوا هي باش تضحك المراكشيين هما راه الروح ديال التراكيب ضحكوا صراحة، ما بغوش يخيبوا الكل صراحة، يعني بقاو واقفين حتى لآخر لحظة وسحقوا على الدراري صراحة. هي فرقة زوينة اللي فيها حتى موزايك ديال المجتمع المغربي، كتلقى الدراري ديال زنجبار، كتلقى الدراري ديال الجزائر، الدراري ديال كازا، الدراري ديال جنوب، كاين واحد الميلونج زوين في كل واحد الكنا ديالو، كل واحد عنده واحد البصمة ديالو كيعطيها، واحد الستيل ديالو. شفتوا هذوك هاد البانيزات اللي كتشوفوا كنسد عليهم مرة مرة كنحرجهم وكيبداو يضحكوا الناس وهذا وهذا. ومعايا واحد مراتي راهي جايه يوم ولات لا فاليد ان شاء الله. العرش شحال كيكون فيه من دقائق تقريبا؟ كيكونش واحد الساعة و10 دقائق ولا 20 دقيقة، كنطولوا في العرض لأن باش كطول هي بزاف العرض. كيكون فيه ظريف، فيه موسيقى، فيه كوميديا، فيه باروديا، فيه مجموعة ديال الستيل الزوينين. كنخليو أن المتلقي أو عارف كتشوف شو نتوما قديش نتوما ونفس العرض كيكون في كل مدينه؟ لا لا، كيكون شو العرض اللي تيكون في مراكش ماشي هو في كازا. العرض اللي تيكون في جديده مش حيت الناس العقليه تتغير شويه، فهمتيني؟ حيت لعبتي مثلا في طنجه ماشي هي حاجه ديالك، ما لعبتي في العيون ولا الداخل ماشي هي، يعني كاين بعض الخصوصيات خصك تعرفها ديال المنطقه وديال المدينه باش تتواصل مع الاخر، خصك تفهمو شكون هو وتعرف همومه ومشاكله وش حوايج اللي حنا كنا مغاربه ما كنتش معنا في التقاليد، ولكن كاين بعض الخصوصيات اللي ما كنلقاوهمش في مناطق اخرى. شنو رسالتك للجمهور المغربي؟ حنا كنعرفوا الجمهور المغربي صعيب انك تضحكوا، وانت قلت شي الناس ديال مراكش قالوا لك شوي هنايا، الناس ديال مراكش قالوا لك ضحك شينا. صراحه يعني الا كنا حنا ناضيين وعلى القرص ومعاد كيفهموا شنو تيديروا، انا كنت قبيله عندنا في الدريده طلبه جامعيين يجمعوا ما بين النظر التطبيقي في الوليده تاعنا شنو تيديروا ديال انهم يطوروا نفسهم ويطوروا هذا الستيل اللي كاين، وبغينا شويه نكونوا متميزين على الاخرين اللي كاينين في السوق وفي الساحه صراحه. يعني احنا ما تنقولوش هذوك الناس ما واصلينش وما عندهمش البصمه ديالهم، ولكن بغينا باش يكون واحد التميز باش الناس تجي تفرج، يعني ما تكررش نفس الكلام نفس الستيل نفس النماذج، يعني كنلقاو واحد الاختلاف اللي يكون كنقول لا ضروري كاين الاختلاف، غير سميتها فيها اختلاف. وجودها في الجامعه راه متميز صراحه، الدراري كلهم جامعيين، راه قلت لك كلشي دراري طلبه جامعيين الاغلبيه ديالهم كلهم، يعني طلبه، يعني دراري كيفهموا كيبحثوا وفي التمارين وفي التكوين دائما كيكونوا حاضرين. وكي على شي باندي معكم؟ انا عايط على شي باندي، هي واحد الباندي بعدا اجي لهنا انت الاولى، هذه خطيره هذه الباندي اجي لهنا. السلام عليكم. هذه هي مولات الباليز، نهبطوا عندك شويه، نهبطوا عندك ولا طلعي عندنا. السلام عليكم، اولا مرحبا بكم ونورتونا، والله لنا الشرف اننا نتلاقوا بقناتكم اللي هي شوف تي في، اللي هي صراحه كتعتبر من ضمن اهم القنوات اللي كتبين زعما اي حاجه واقعه في هذا المجتمع اللي احنا فيه. وشكرا لكم على الحضور. درتي انت جولات مع المرحله ديالك؟ اكيد.
اولا ماشي اول تجربه. اولا بغي نوجه الشكر الكبير للاستاذ لطفي برجي، واحسن حاجه في حياتي انني تلاقيت بهذا الاستاذ. لحقاش فعلا انا شحال هذه ما كنتش كنقدر اصلا غير نوقف هكا ونهضر مع الناس. هذا الاستاذ خرج مني اسماء وعطى اسماء جديده وبزاف ديال الحوايج زادوا فيا. بالنسبه للجولات اللي درت مع استاذ لطفي برجي كانوا ثلاثه، الخريبقه وجديده وسطات، كانوا من بين احسن الجولات اللي بصراحه باقي الناس ديال هذوك الفين لعبنا كيعيطوا لينا وكيقولوا لنا تبارك الله عليكم يعني. ولكن هذا الشيء كامل في ضل استاذ لطفي برجي. مرحبا ان شاء الله. تبعونا والجديد وغيكون الابداع وما غاديش تسكتوا من الضحك. شكرا. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. السلام. محمد مروان، 21 سنة، المهم لحد الآن خديت الإجازة ديالي في الدراسة الإسبانية ومقبل على الماستر، وفوالا كندير المسرح. بديت تقريبا في الليسي، فاش طلعت لافاك دونك بديت اولا كملت مع البروف برجي في اون اتوليي هي فين كنا كنظموا فيها لي زيفينمون اللي كنديروا، منهم لي تورني، منهم هاد ليفينمون اللي كاينين حنا فيه اليوم. دابا لي زيفيغ يمشي بديتي معاهم يمشي ان شاء الله، شنو ناوي فين تواصلوا باذن الله؟ لافاليز ديوغيغ تقريبا بدينا العام اللي فات، بدينا باول تورني كانت في مدينه خريبقه طابت الحال، من وراء بعض العروض اللي حاول اننا ناخذوا لي تكنيك ديال التفاعل مع البوبليك ديال لو جو سور سين. ابري بدينا في لي تورني اللي داخلين في لافاليز دو غير، والحمد لله كانت تجربه زوينه يعني. كانت كيكون فيها زعما المسرح، الموسيقى، الكوميديا بطبيعه الحال، وكان داك الشيء مزيان. الجمهور الكازاوي كيف لكم دابا؟ باش واش نقول لك، كنوعدوا اننا غادي ندوزوا واحد العرض زوين اللي غادي يضحكوا فيه، غادي يستمتعوا معنا كاملين، وكنتمنوا كما على الله ان شاء الله. شكرا لك، الله يحفظك. عارفين براسك ما تمناكش بالتقول. سميتي اسماء صفات، عمري 20 سنه. كنت تابع دراسي في شعبه الدراسات العربيه، هذه السنه عندي سنه ثالثه كليه الاداب والعلوم الانسانيه عين الشرق، وهذا مكان. شكرا. راك تغني عندك صوت عليكم السلام. المحجب الصالحي، 21 عام، طالب كلية الأدب والعلوم الإنسانية عين الشرق، علم النفس، واليوم حاضرين في لافاليز دو غيغ حقيبة الضحك. بعد ما قمنا بجولة حول مدينة مراكش اللي كانت لحقنا فيها أول رحال، بالإضافة إلى مدينة الجديدة، ومن ثم حنا اليوم في الدار البيضاء، يعني في مدينة في عين الشرق، في مركز عبد الله قنون، وان شاء الله نتمنوا انه الدوز. وانا كازا راه عشرين فهمتي، يعني راه كازا حاليا انا كنقرا فيها ومن قديم، يعني كنجي لكازا وفيها اصدقاء وفيها عائله ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله انه هذا العرض ينال الاستحسان ديال مدينه كازا. لحقاش في كازا فين بدينا ديجا، ودرنا جوله كما قلت لك، درنا جوله في مدينه مراكش، ولقى الاستحسان ديال المراكشيين، لانه كما كيقولوا صعيب انك تضحك المراكشي، والحمد لله كانت انكرويابل. زيد على مدينه الجديده اللي تبارك الله كان بالغلام الجمهور ديال الجديده بصفه عامه في مركز في مسرح عفيفي اللي كان تبارك الله الجمهور حاضر، وحتى هنا الدار البيضاء ان شاء الله غتكون هنا في كازا بالضبط، غتكون لمسه خاصه والمذاق خاص، لانه غيكونوا العائلات ديالك بالاضافه للاصدقاء. وان شاء الله نتمنوا نتوفقوا ان شاء الله في العرض. وكنشكر الاستاذ لطفي برجي وجامعه حسن الثاني كاملا، الله يسر الامور. الله يحفظك.